مساء الخير يا حضرات، أهلا وسهلا بكم في قناة أبو كيرو للهندسة والابتكارات. موضوع حلقتنا النهاردة هعمل لكم مقص الزجاج، فكلها حاجات بسيطة، يعني حتة خشب زي ده كده، حتة تاني زي بالشكل ده، هنلزقهم على بعض كده بالوضع ده، هنجيب زاويتين بالشكل ده، هنثبتهم من ورا هنا بالشكل ده كده، وهنجيب مشرط بتاع أزاز وشوية براغي كده برمة زي دي ودريل، حاجات اللي هنستخدمها في المقص. يعني هنجيب بايب زي ده بولي، وهنجيب منشار. خليكم معانا خطوة خطوة كده. أول حاجة هنثبت دي كده بالوضع ده زي ما انتوا شايفينها قدامكم. بعد ما انتهينا من عملية تثبيت الحتتين دول في بعض كده، ثبتهم مظبوط، بالشكل ده زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم بالشكل ده. بعدين هنروح عاملين جايبين البايب، نروح قصين حتتين لحد هنا بالشكل ده، هنثبتهم بالشكل ده زي ما شايفين قدام حضراتكم. هنجيب البراغي ونركبها بعد ما ثبتناها مظبوط بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. هنركب فيها الزجاجة كده بالوضع ده. احنا هنثبت ايه المشرط هنا بالشكل ده. طبعا يا حضرات بعد ما انتهينا من تثبيت القطعتين دول كده، ثبتنا دي كده عشان زودناها بالمسامير اهي زي ما شايفينها قدام حضراتكم، عشان هنثبت فيها المشرط بالشكل ده. الأول هنركبه بمسمار كده قدام حضراتكم،
طبعا يا حضرات هنثبت المشرط بالوضع ده زي ما انتوا شايفين كده قدام حضراتكم. فزي ما انتوا شايفين اهو. طبعا يا حضرات بعد ما انتهينا من عملية القص بالمشرط بالشكل ده، هنجيب شمعة زي دي كده ونسخن الأزازة عليها، كده زي ما شايفين قدام حضراتكم. هنسخنها احنا على الشمعة علشان ايه؟ وبعدين نعمل لها عملية تبريد مفاجئ، تلاقيها ايه؟ طقت في الاعلام والمشرط بالظبط. هي كده سخنت، هنشوف ايه نعمل لها عملية تبريد مفاجئ. مية ساقعة كده ايه زي ما شايفين قدام حضراتكم. شايفينها قدام حضراتكم اهي. هنجيب صنفرة ونسنفرها، نعملها فازة، نعملها اي شكل حلو في البيت كده، نستغلها في اي حاجة، شكلها جميل وحلو اهي زي ما انتوا شايفينها قدام حضراتكم. لو انت عملتها فازة وحطيت فيها ورد هيبقى شكلها جميل في البيت. فالعجب الفيلم ياريت يدوس لايك ويعمل اشتراك للقناة، وإلى اللقاء بفيديو جديد. كان معكم أبو كيرو للهندسة والابتكارات.